صراحة مش عيب انك حديد وانتي بروف انجلي، لازمك جنب القراية اللي مش تقراها. اني هكا تعلمت في الدنيا باغ اكسبيريونس، قراية وحدها لا متعملش عليها، لازم جنب القراية اللي مش تقراها تتعلم حرفتين باش نجم تعيش هكا الدنيا. تو كيما تلقى الباهي البرة من تونس كتتغرب خاصة ما تكون وحدك، كيما تلقى العبد يتقبلك وقبل الشخصيات نتاعك باهي معاك ويدز معاك ويقولك نورمال ويشجعك ويكوراجيك، كيما تلقى الحد يقولك روح خير لك والله حكاية فارغة باش تعمل لهنا. لقيت بصراحة فرص في تركيا، خدمت اللي ما نجمتش نلقاه في تونس، فرص لقيتها في تركيا باش نلقاها في تونس اللي سعيد. هنا في تركيا لي أريح تونسي أقرب، أما ذراعك يعلف ما يرحمك حد، لازم تسعى لازم تقرأ. عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. ثاني نهار بعد العملية، ثاني نهار بعد الأوبيراسيون كما تشوفوا خويا، واحد لو كان الوقت باش يتفرهد في إسطنبول. قابلت مع دوساف اليوم باش نعملوا فطور صباح باش نمشي نعمل انترفيو باش تحكينا على التجربة نتاعها لهنا في تركيا كل شيء، خاطر عملت برشا ترافاي فولونتير وبرشا عمل جمعياتي دونك طبعا برشا حاجات أخرين مسرح وتمثيل عملتهم الكل حزيلو، وجابتنا للبلاصة هذه المزيانة. نجي نشوفوا الفيلا هنا تفطر لهنا قريبة للبلاصة اللي نسكن فيها، الأوتيل اللي خذاه لي ميديكال كيور كلينيك اللي عملت معاه الأوبيراسيون. شوفوا كيما تشوفوا رايح على البحر الفوق، بلاصة تقريبا 10 دقائق بالمترو. الشيرة الأخرى، الشيرة الأخرى تهز التقسيم والبلايس نتاع وسط البلاد، والشيرة هذه تجي لهنا تلقى الطبيعة فالية مول كبير. عسلامة مرحبا، درسك سيلين أكتريس، توا قاعدة نعمل فورماسيون في جورناليزم، نعيش في اسطنبول. الإكسبيريونس بتاعي يعني بدات من المجتمع المدني والعمل الجمعياتي والتطوع. في تونس كنت ياسر كتير، ننشط برشا، كنت نترينا نعمل سبور وميم طون نخدم مع فرق مسرحية وميم طون كنت نقرا. من بعد جات فرصة متاع تطوع خارج تونس مع جمعية بروجرام إيراسموس، عندي فيز لازم نعديها في تركيا. الفرصة هذه جات مع الفترة متاع الكورونا 2020، وافقت استغلت الفرصة طلعت جيت لهنا باش نخدموا مع الصغيرات. البروجرام كان فيه انه نعملوا ليزاكتيفيتي تياترال ولا حاجة هكا مع الصغيرات ونديكا فيه، لكن بحكم انه كورونا تقلب البروجرام ولا الوركشوب نتاعنا الكل في الدار والليني وهكاكا. وبعدين كملت البروجرام، كانت نزلت كورونا ماكلة بعضها في تونس، قررت اني نبقى بيان سور، فما لازمك تروح لتونس وترجع باش تسكر البروجرام، فما دوسيات وكذا. رجعت في تركيا قعدت نلوج على فرص، بون الحمد لله انه عندي اكسبيريونس من تونس اللي تعبت على روحي، تجيك ساعات نقد ناس ساعات تقول لك كيفاش تعمل، شنو دار الشباب، شنو دار الثقافه، واش ربحت منها الجمعيه الفلانيه، ونخلصوا فيك المهرجان الفلاني، وعلاش تجري غادي تخدم مع هذوك وهذوك وهذوك واش ربحت منهم. بصراحة هذوك اللي يقولوا لي عليهم مش ربحت منهم والناس تنقدني، هذوك اللي تعلمت منهم برشا حاجات، تكونت وليت نجم نورغانيزي ايفينمون باغ اكزومبل حاجات كي هكا. وهذوك كي سافرت وجيت لهنا لقيتهم، معناها لقيت عندي اكسبيريونس، يعني لقيت روحي نجم نخدم في كلك دومين، معناها لقيت بصراحة فرص في تركيا، خدمت اللي ما نجمتش نلقاه في تونس، فرص لقيتها في تركيا في تونس اللي سعيد. خدمت في قداش من مسلسل، عملت مونودراما متاعي كان نص فلسطيني، معالجة درامية متاعي يعني، وكان أول في افتتاح أول مسرح غرفة سوري في تركيا يحكي على اللجوء والمنفى والوباء والحواجرية. وخدمت في خديت فرصة رول صغيرة في مسلسل تركي ومسلسل سوري، وخدمت حتى في البروديكسيون، وشوي بشوي حتى توليت تكتشف روحك مع الوقت، تقول نو مش فقط كان أكتريس تياترو، بون اني حتى عامله فورماسيون في الكوميرس انترناسيونال ونجم نخدم اداره. فكانت لي زيكسبيريونس والتنجيز نتاعي، قلت تنجز انت ما شدت ليا وحده نو، التنجيز نتاعي بالعكس خلى عندي برشا باجاج ونجم نخدم في كلك دومين مختلفين، وما نحبسش على فماش خدمه في الكوميرس انترناسيونال الوغ اني بطاله نو، نكتب اني نص مسرحي، نعرض توا بوغ لو ميمون نعمل فورماسيون في الصحافه والاعلام. اكتشفت روحي في الصحافه والاعلام الحمد لله، عجبتني روحي. اني جاي على اني مش نكون في بروجرام مع اوروبيين، مش نعمل لي اكتيفيتي وكل شيء، نلقى روحي حجر صحي في الدار اولا، ثانيا جست انه حكيت طلعت من فمي كلمه والله ناويه بعد البروجرام نقعد في تركيا، كانوا فما زوز عرب موجودين معايا في البروجرام ما خلاو ما عملوا معايا خايب، يعني ينفيتيو للزوروبيا اللي معايا القهاوي والبلايص يخلوني اني وحدي في الفويل اللي كنا فيه كوا.
تصير لك فازات هيك متاع كسر خواطر، تصير لك فازات ياسر توجع، تبكي، تتوجع، تتقلق. علاش عم الفازاتيك شو معناتها؟ كما تلقى الباهي البرة من تونس كتتغرب خاصة ما تكون وحدك، كما تلقى العبد يتقبلك وقبل البيرسوناج نتاعك باهي معاك ويدز معاك ويقولك نورمال ويشجعك ويكوراجيك، كما تلقى الحد يقولك روح روح خير لك والله حكاية فارغة فاش تعمل لهنا، الناس نفوس تلقى هكا وهكا. انت قد ما تكون باهي وقد ما تكون ولد أصل وقد ما تخلي روحك انه بالله نبعد على الشر ونغني له ما نعملش مشاكل مع العباد، حتى اذا حد حاول يأذيك حاول تتجنبك وتخليك مسالم قد ما سبحان الله ربي يعثرك في ناس باهين كيفك يحلك بيبان في وجهك. تلقى ديما المهم اسعى ترقدش وتبكيش وتقول ما فماش. هي احكي لي على تركيا كبير كي جيت هذيك. تركيا ياسر كبيره انه نورمال على الاخر انك تعدي 18 ساعه في باص باش تتنقل من مدينه لمدينه. ماكلتهم مشكله، ماكلتنا تتعب شويه في الاول في مر الماكله. العباد اللي هنا في تركيا يعني ثقافتهم ياسر قريبه على ثقافتنا كتوانسه، يعني فيهم الناس متفتحين كيفنا كوا بارابور على دول عربيه اخرى. اني سافرت حتى قبل تركيا، هنا في تركيا لا اريح تونسي اقرب. اما ذراعك يعلي في يرحمك، لازم تسعى لازم تقرا. تجمش ترقد نهار في تركيا من غير خدمه، لازمك ديما فما حاجه ما تخدمش اقرا تكون تعلم. فما ناس كاو اي استرجع تونس تروح يرجعوا يبكيوا ونهزمنا والدنيا صعيبة. ليه انت تخلق فرص، انت تسعى باهي. اللي يحب يسعى اللي ما يلقاش فرص في تونس باغيكزامبل، وهو اغلب الشباب توا قاعد يهاجر من تونس من قلة الفرص ومن المشاكل، لانه في تونس ابسط شيء مش تطلع تصور فيديو في الشارع مش يعملوا لك مشاكل عليه، وهات ورقة وجيب ورقة وارجع غدوة ويضيعوا لك برشا وقت على حكاية فارغة. كي تحب انت تلوج على فرص كما قلنا، لو كان مش ترقد وتندب على سعدك وتقول اه نبكي يعني ما لقيتش فرص ومظلوم وهالبلاد دا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 د
اجا اخدم كان انت متعلم صنعه في تونس. حاجه اخرى تريز امبورطون انه في تونس ما تعملش على القرايه كاهو، مع القرايه لازمك تتعلم صنعه ان شاء الله حتى تصنع حلويات وميم طون انت تكون استاذ عربيه، ما هيش مشكل. لازم هذه ما عندناش برشا ثقافه انه جنب القرايه نتعلم صنعه مع الاسف في تونس. اما بصراحه مش عيب انك حداد وانت بروفونغلي، لازمك جنب القرايه اللي مش تقراها. اني هكا تعلمت في الدنيا باغ اكسبيريونس، قرايه وحدها لا متعملش عليها، لازم جنب القرايه اللي مش تقراها تتعلم حركه يد باش تنجم تعيش. هكا الدنيا تو اسطنبول تحديدا فيها فرص، خاطر ميكس رهيب تقريبا العالم الكل، تلقى الجنسيات الكل، العرب الكل. اني دوماني كممثله الانتاج الدرامي في تركيا سوق كبيره، تجم لو مينيموم تلقى حاجات صغار كما اللي اني لقيت، يعني مستحيل انك تسعى وما تلقاش فرصه لهنا. في تونس هما شنو هي اربع كعبات يخدموا كل عام، باش يجيب وجه جديد، يجيب فئه معينه، ما يخزرش للي كلوب دو تياتر، ما يخزرش للفرق المسرحيه، ما يجيبش حد ما يعرفوش. تجربتي الخاصه ممكن فما حد يخدم، ممكن فما ناس تخدم فصان اخرى غير اللي نحكي فيه اني، من تجربتي الخاصه لهنا في تركيا تلقى قلت لك على الاقل مينيموم، وهذيك تعطيك امل مينيموم، خليك اوكي تسعى جنب الخدمه هذه تلقى خدمه اخرى، لكن تقعد تسعى، تقعد ديما فما امل. ما تايسش، ما تفقدش الامل حتى لو كان تكون عاصفه بيك الدنيا كلها، ديما اضحك تفائل، الكلمه الحلوه ديما خليها على لسانك، ما تحاولش تسمع الناس النيجاتيف اللي يحكيوا لك الحديث الخايب والكلام اللي يطيح معنوياتك، خاطر في الاخر هذاك مش يضرك مش ينفعك. و اسمع السنتيمون تاعك انت، اسمع روحك من الداخل، احكي مع روحك اهم شيء. كنت لبرا يا حد يقول كلمة طيبة حلوة تقدم بك القدام، يا اسمع روحك تسمعش حاجة أخرى زي ده.